تعالي يا حبيبتي. مش قادرة أصدق اللي بيحصل يا ماما. حاسة إني في كابوس ونفسي أفوق منه. ربنا كبير يا بنتي. أخوكي عمره ما عمل حاجة وحشة. ربنا مش هيسيبه. دول من جبروتهم حابسينه في معسكر الأمن اللي كان شغال فيه. دول لو قاصدين يكسروا نفسه مش هيعملوا كده. مش أحسن ما يقعدوا مع المجرمين والحرامية. بتعمل ايه دلوقتي يا سليم؟ خلي مراد لحد بكره، الدنيا مش هتطير، لما صدقها ترفع بيها نروح. يا رياض ما تسترجل شويه، واحنا بنعذبك هنا. بنعذبني. بنعذبك؟ سليم بتعذبني الصراحه، انت عارف ان ورايا جواز وهم ما يتلم، وبعدين ما انا خلصت شغل، هقعد بقى في ام المخرومه دي اعمل ايه؟ انت بتحسسني بكلامك اني شغال على البحر. يا ابني افهم، عشان تدي شغلك لازم تحبه. انت مصدق بالله؟ لا اله الا الله. انا بحب العساكر وبحب المكان ده كل حته حته، شايف الواد الغاب اللي هناك ده؟ برضه بحبه اخر رغبه غباوته دي كلها. يا عم ربنا دي المحبه، وانت تحب في العساكر، انا اخر حب خطيبتي ابويا وامي. مفيش فايده. عمرك ما تتعلم مني حاجه. مين اللي قال لك كده؟ انت اخويا الكبير ومعلمني كل حاجه كمان، بس بيني وبينك مش عاوز ابقى زيك الصراحه، سيبني اعيش يا عم وهناك، يا عم انا عاوز اعيش. ماشي اخويا انا خليك تعيش، بس مبدئيا هنا انا اسمي سليم بيه، مش سليم بس، فاهم ولا لا؟ قوم يا لا راجل، يلا يلا طب اخوك الصغير اضربه طيب. خير يا فندم، بلغوني من ساعتك عاوزني. أنا ما استغناش عنك أبداً يا صلاح. عارف لو أنا عندي 10 ضباط زيك ما شيلش هم أبداً. لكن للأسف ما عنديش إلا صلاح الطوخي واحد بس. عشان كده هحملك شغل العشرة. ربنا يعزك يا فندم. أنت سمعت اللي حصل في اسم العمرانية؟ لا ما سمعتش تفاصيل لكن سمعت عن الموضوع يعني. أنا عاوزك تمسك القضية دي يا صلاح. القضية خطيرة جدا وفيها أطراف كتيرة ومحتاجة واحد شاطر زيك يتعامل مع الموضوع بحكمة وحسم. إن شاء الله هكون عند حسن ظن سعادتك يا فندم. إيه الحكاية بالظبط؟ أنا هحكي لك كل حاجة بالتفصيل. اغصى عليك يا سلمى، كل ده يحصل من غير ما تقولي لي؟ طب وهو عامل إيه دلوقتي؟ طيب أنا مسافة السكة وهكون عندكم. هي فريده انت فين؟ يلا مش عايزين نتاخر على الميتنج. ياسر كويس ان انت جيت، معلش انت هتهدر الميتنج لوحدك، انا لازم امشي دلوقتي حالا. فيها فريده مالك؟ عندي امرجنسي ولازم اتحرك معلش. هي ماما حصل لها حاجه لا سمح الله؟ لا 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 ماما كويس، بعدين بكره هفهمك اوكي؟ هو سعادتك تعرفه بشكل شخصي يا فندم؟ يعني خدم مع سعادتك قبل كده؟ في الحقيقه لا صلاح، بس انا حققت معاه قبل كده لانه ضرب واحد وكان هيموته. بعدين نقلته اسم العمرانيه. ده فتوه بقى. انت عارف الجماعه بتوع العمليات الخاصه بتبقى ايديهم تقيله شويه. لا ده مش اسمه طول خالص يا فندم، ده اسمه بلطجه. بص يا صلاح، في اتجاه هنا دلوقتي ان بعض الزملاء يداروا ويحموا زمايلهم. الكلام ده كان زمان يا فندم، دلوقتي ما عادش في حاجه بتستخبى. ولو دارينا على سليم واللي زيه هيبقى شكلنا وحش قوي. معاك حق يا صلاح. عشان كده موضوع سليم ده صعب جدا، واللي يقرب منه هيتأذي. ده غير بقى ان الموضوع داخل فيه أطراف كتيرة جدا، نواب وناس ايديها طايلة. ده غير بقى الميديا والزفت اللي اسمه الفيسبوك. عشان كده صلاح انا عايزك تمسك القضية دي. مفهوم يا فندم. من ناحيتنا يا فندم عملنا اللي علينا وسيادتك عارف الإجراءات. انا طلبت تحريات عن واقعة من تفتيش الداخلية. يخوف بس ان محضر التحريات يتلاقى فيه. لا تحت أمرك يا فندم.
لا انا ابلغ سيادتك بالجديد على طول. ماشي يا فندم. ماشي. فحفظ الله. مع السلامة. مع السلامة. سلام. ادخل. فك يا ابني الكلبشات من ايديه. امشي انت. افتح يا محمد محضر جديد. وبعدين احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا لازم نشوف له محامي كويس. ايوه يا فريده، بس احنا مش بنفهم حاجه في موضوع المحامين ده. ما تقلقيش طيب، سيبوا عليا انا الموضوع ده، انا هعرف اتصرف فيه. اهم حاجه بس دلوقتي موضوع الزياره، لازم نعرف هنقدر نشوفه امتى. معرفش يعني ايه ما تعرفيش يا سلمى؟ هنفضل سايبينه لوحده كده؟ ده تلاقيه يا حبيبي هيتجنن من كتر التفكير. ده غير انه اكيد محتاج لبس واكل والحاجات دي. طيب خلاص، انا ممكن اكلم المأمور او حد من صحابه نفهم منه كل حاجه. ضروري يا سلمى تعملي كده. مالك يا طنط ساكته كده ليه؟ ابدا يا بنتي، البركه فيكم، انتوا عاملين حساب كل حاجه. ما تقلقيش يا طنط، ان شاء الله ازمه وهتعدي. يا رب. انا عارفه الدنيا كلها ابتلاءات. سلمى خدي فريده حبيبتي وخشوا المطبخ، اعملوا لكم حاجه تاكلوها، وانا هخش اريح شويه ولما اصحى باكل. حاضر يا حبيبتي. يا رب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. سلمى انا قلقانه على امك. ليه يا بنتي؟ ما هي كويسه اهي. ما هو ده اللي قلقني، دي عامله كانها لا حاسه ولا دريانه باللي حصل لسليم. وانت هتتوهي عن ماما، هي كده عشر رجاله في بعض، ما بتتهزش حتى لو الدنيا كلها اتطربقت من حواليها. مش عارفه. يا رب يا رب عيني على نفسي يا رب. والله زي ما بقول لسعادتك كده، هو ده اللي حصل بالظبط. بس انت ما عندكش اثبات على الكلام اللي انت بتقوله ده؟ حد شاف زلطه اللي انت بتقول عليه ده؟ يا بيه ما فيش غيره جالي المستشفى، وانا رحت للمريض عشان اديله الحقنه، رجعت لقيت الدولاب مكسور. الكلام ده لا يقدم ولا اخر يا ابراهيم. المفاتيح مفاتيحك، والعهده عهدتك. انت عارف دي ايه؟ اتجار في مواد مخدره وقضيه اختلاس. عارف عقوبتها قد ايه؟ على الاقل 15 سنه. قسما بالله يا بيه وحياه عيالي مانا. طب انا بيه معايا المفتاح، هكسر الدولاب ليه؟ من غير حلفانات يا ابراهيم. احسن حاجه تعترف بسرقتك العهده وتقول بعتها لمين؟ يمكن يحسن موقفك شويه. يا بيه انا ما سرقتش حاجه، انا زي ما بقول لك يا بيه انا رحت اشوف المريض، اكيد ولادي الحرام ومفيش غيره زلط هو اللي جه زارني، كسر الدولاب وخد الحاجه. براحتك. اكتب يا ابني. يحبس المتهم 4 أيام على ذمه التحقيق ويراعى التجديد في الموعد القانوني. مين؟
خير يا معلم حسني؟ خير يا سميح، متخافيش. مش المعلم حسني الضبع اللي اتهجم على الولاية في نصاص الليالي. واللي بيحصل ده تسميه ايه يا معلم؟ هي دي برضو اصول الرجولة؟ سميها زيارة، زيارة ونصيحة. دلوقتي؟ ها، اصل النصيحة ما تحبش الفضيحة، تحب الستر، مش كده ولا ايه؟ والرجولة بقى اللي بتتكلمي عنها دي جوزك ما يعرفش عنها حاجة. لا معلش يا معلم، انا جوزي ارجى الراجل. الراجل اللي ما يخافش على بيته وبناته ومراته ما يبقاش راجل. وانا نبهت عليه مرة واثنين وعشرة ما سمعش الكلام. تقوليش يا اختي زهقان منك وعايز يخلص. انت عايز مننا ايه؟ انت ما كفكش اللي جرى لنا من تحت راسك؟ تحت راس انا؟ تحت راس جوزك. وعموما بقى عشان انا ابن بلد ومش عاوز العيبة تركبني، قلت اجي انبهكوا لاخر مرة. وبعدها بقى يبقى عداني العيب. وربنا بيقول ايه؟ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. فاهمة؟ ولا اقول تاني؟ حرام حرام. مات الكلام يا سميح. عقلي جوزك وخليه يسترجل. وفهميه ان انتوا ولاية. ربنا يستر على ولايانا. خافي على نفسك يا سميحة، وخافي على بناتك، والأذية ليها ألف باب. سلام. وأنا أقولك من غير سلام. أنكل مش هينفع كده، يعني ولا عشا ولا افطار. ايه غادة في ايه؟ أنكل يا صلاح مش عايز ياكل خالص، ومش عارفة أعمل ايه في الأدوية. لا سيبهولي بقى. ما الولاد فين؟ الولاد في المدرسة. طيب روح انت. صباح الخير يا عم اللواء. صباح الخير. ايه بقى؟ انت تعب غدا ليه؟ تقول انك مش عاوز تاكل ولا تاخد الادوية. لا احنا مش عاوزين كده. انت لازم تاكل وتاخد الادوية. بص انا عندي ليك حكاية مهمة قوي، بس مش هحكي لك عليها غير لما تشرب الاول. اشرب. لا ما انا مش هحكي لك لما تشرب الأول. يلا. ها ايوه. شوف بقى سيادة اللواء، الحكاية اللي عايز احكيها لك عن واد ضابط شايف نفسه قوي، طالع فيها لفوق قوي، قبض على واد صغير وقعد يضرب فيه ويعذبه لحد ما مات فيه. لا مؤاخذة يا سليم بيه، ده حد حضرتك ما اكلتش العشاء؟ ماليش نفس. ينفع حد يجيب لي سجاير ولا ممنوع؟ حتى لو ممنوع يا فندم، أوامر سعادتك، احنا كنا لحم اكتفنا من خير حضرتك. خد الأكل ده معاك دي لأي حد ياكله. والله شدة وهتزول إن شاء الله، ما تزعلش نفسك. امسك يا سناء. ايه ده حك؟
امسك يا سناء، انت هتتكسف مني. خدي يا شيخ احنا اهل، خدي. مش عايزة فلوس، مش عايزة فلوس، انا عايزة ابني، عايزة ضنايا. دم ابنك وحقه في رقبتي يا سناء. طب وغلاوتك وحق جلال الله ما هدى ولا يهنى لي بال الا لما الضابط اللي عمل في ابنك كده ده يتحبس. هو يعني حبسه هيرجع لي ابني؟ لا يا ست سناء، بس هيبرد نار قلبك وهيبرد نار الواد في تربته. بقول لك ايه، انا الحاج موصيني وصيه جامده قوي، انا هاجي بكره واخدك من ايدك كده ونروح الشهر العقاري، تعملي لي توكيل وانا هتولى القضيه بنفسي. اتفقنا؟ قولي اتفقنا يا سناء عشان ربنا ينصرنا. قلت لا اله الا الله، بس انت ذنبك ايه يا حاج تغرم ده كله؟ استغفر الله، استغفر الله يا ست ندى. يعلم ربنا ان ندى الله يرحمها كانت زي بنتي بالظبط، زي ما سياد الله يرحمه كان زي تامر ابني بالظبط. يعلم ربنا انا كنت مستني اليوم اللي هتتجوز فيه عشان اقف لها بنفسي واوصلها لبيت عريسها بنفسي. طب هنعمل ايه؟ أحمر. بس بإذن المولى، بإذن المولى أنا مش هقدى ولا يهنى لي بال إلا لما أخد طرم هما الاتنين. ربنا يخليك يا حاج. وزي ما قلت لك يا حاجة، مصاريف جنازتهم هما الاتنين عندي إن شاء الله. الليلة دي هعمل صوان كبير وأقف فيه أنا وابني وناخد عزاهم هما الاتنين. استغفر الله العظيم ونادي الحرام، حرام دي من بنتك، وكانوا عايزين يشيلوها لابني ويحرموني انا كمان منه، لكن اراد المولى عز وجل انه يكشف ملابهم ويترد مكرهم عليهم. استغفر الله العظيم. كنت عايزة اتفضل يا حاج. ايه ده يا حاج؟ مستوره والحمد لله مستوره. يا ولية امسكي، احنا غرب، احنا اهل، امسكي يا مار. انا عارف ان ندى الله يرحمها كانت هي اللي شايلاكي وشايله البيت كله، وانا وعدك يا حاج ان اول كل شهر هيوصلك واحد من صبياني يسلمك ظرف زي ده وانت قاعده مكانك معززه مكرمه. واي حاجه تحتاجيها يا حاجه ما ترتبطيش بوقت، اي وقت اطلبيني هتلاقيني عندك في دقايق. اي والله. بالنسبة للقضية ما تقلقيش خالص يا حاجة، أنا اتفقت مع الحاج إن أنا هتولى القضية بنفسي ومن غير أي أتعاب. كل بس اللي مطلوب من حضرتك إنك تروحي الشهر العقاري وتعملي لي توكيل، وبإذن الله بإذن الله هجيب لك حقك من اللي عملوا فيها كده. اتفقنا؟ قولي اتفقنا يا حاجة، قولي اتفقنا، وإن شاء الله ربنا هينصرنا. أنا قريت المحضر، لكن للأسف موقف سليم بيه سيء للغاية. يعني إيه؟ وما إحنا جايين لحضرتك ليه؟ كل عودة وليها حلال يا فريدة هانم، بس أنا حبيت أوضح الأمور من الأول. أنا مش فاهمة حاجة ومش عايزة أفهم حاجة خالص. أنا كل يهمني دلوقتي إن سليم يخرج من المصيبة دي. إن شاء الله يا نسا. صحيح شهادة الشهود مش في صفه، وكمان تقرير الطب الشرعي المبدئي ضده، لكن إحنا لسه في أول الطريق. يعني أنت ناوي على إيه دلوقتي؟ إن شاء الله هحضر معاه التحقيق المرة اللي جاية، وربنا يسهل. على فكرة احنا ما اتكلمناش في الأتعاب. ايوه بس حضرتك ما فيش مشكلة في الأتعاب اللي حضرتك هتؤمر بيه، المهم ان سليم يطلع. يا استاذ ما لبستش يعني؟ عايزة خلاص هيبتدي، احنا لازم نكون اول ناس موجودين. انا مش عايز اروح انا يا حاج. انت تخرس خالص، مش عايز اسمع، عايزه مش عايز دي. انت تسمع اللي بقولك عليه وتنفذه وانت زي الجزمه القديمه. اتفضل يلا وملبس وخمس دقايق تبقى قدامي هنا. يا حاج انت ازاي بس عايزني اروح؟ يعني اروح اقف عايز الواد اللي مات بسببي؟ اروح اخد عايز البنت اللي انا موتها؟ تيجي ازاي يا حاج؟ حسك عينك، اسمع منك الكلام ده تاني حتى بينك وبين نفسك. الاتنين اللي ما
بتاعته دول احنا ملناش دعوه بيهم نهائي، ولازم نقف ناخد عزاهم كانهم اهلنا بالظبط. اتفضل، عايزك تلبس بدله وكرافته تسرح شعرك المنكوش ده، عايزك تقف في العزا راجل، تبقى قد الواجب اللي انت رايح تعمله وقد الحزن على اللي ماتوا. ولعلمك الحزن ده لازم الناس كلها تشوفه في عينيك، فاهم؟ يلا يلا. كتر خيرك يا فريدة، تحرمش منك يا حبيبتي، بكرة الصبح هنزل البنك أسحب لك الفلوس وسلمى توديهم لك. إيه الكلام اللي يزعل ده بقى يا طنط؟ هو أنا مش زي سلمى وسليم ولا إيه؟ ربنا يعلم يا حبيبتي معزتك عندي قد إيه، بس دي الأصول. لو كان حصل كده مع سليم ولا سلمى كانوا هيعملوا كده، سليم نفسه لو حصل معاه كده كان هيعمل زي ما عملت. خلاص، وأنا الفلوس دي اديتها لسليم، لا اديتها لك ولا اديتها لسلمى، هو لما يطلع بإذن الله بالسلام هيديهم لي بنفسه. فريده انت والله العظيم ما هاخد منك حاجه يا طنط خلاص، وبعدين ما انت عارفه سليم ابنك لا يمكن هينام وحد له عنده حاجه، ده مش بعيد يطلع من النيابه على البنك على طول. جرى ايه يا سلمى؟ تصلي على النبي امال، قومي اعملي يا حبيبتي الفريده حاجه تشربها. لا يا طنط انا لازم امشي، اصل ماما مسافره عمره بكره ان شاء الله، ويا دوبك الحق اقعد معاها شويه. يا عم اذنك بقول لك يا فريده، وصي ماما تدعي لسليم، تدعي له في الروضة الشريفة. حاضر يا طنط، مع السلامة. أدعي له؟ ده لولا إن الدعاء على الناس جوه الحرم حرام كنت دعيت عليه لما شبعت. حرام عليك يا ماما، حرمة عليه عيشته هو واللي زيه. أنت مش عارفة عمل فيكي إيه؟ ده كسر قلبك وكمان قتل قتلة، أدعي له إزاي؟ سليم لا يمكن يعمل كده، أنا عارفة كويس لا يمكن يأذي بني آدم. مال هما بيتبلوا عليه؟ وبعدين ده ظابط، يعني لا له في السياسة ولا ملوش ظهر وضعيف. وبعدين أنا عايزة أعرف منك حاجة، أنت مهتمية قوي بالموضوع ده ليه؟ وإزاي تروحي لهم وكمان عند المحامي؟ ملوش لازمة الكلام ده دلوقتي يا ماما، ومفيش حاجة تستاهل إن احنا نتخانق عليها. ويا ستي لو كان على الدعاء خلاص ما تدعيش، ربنا بيسمع كل الناس جوه الحرم وبره الحرم، وسليم عنده ناس كتير قوي تدعي له من قلبها. ايوه يا ابني، خليهم يجهزوا لي العربيه انا نازل حالا. تعيشوا الجامل يا عم الحاج، مش هنتكلم في موضوعنا بقى ولا ايه؟ انت اتجننت؟ عارف لو فتحتني تاني في الموضوع ده قدام اي حد انا ممكن اعمل فيك ايه؟ وعزه جلال الله ادفنك صحي. طب انت بتقفش ليه يا عم الحاج؟ غور انت ارفعي دلوقتي. يلا انا اخلص مع عم الحاج واكلمك. يلا وانت تامر خد شادي واتكل على الله. يلا الله، هو تامر بيه غريب ولا ايه؟
ده هو صاحب الليله كلها يا عم الحاج. تكون فاهم ان انت لو دراعي اقسم بالله انا وقت الجد ما حد هيعوشني عنك. ده انا غالي يا عم الحاج وربنا خلك الاستاذ. عمري جيت اعمل الواجب برضه وافكرك بالاذن بهوات بالاذن ابو الحاج. عجبكم اللي انتوا عاملينه فيا ده؟ عجبكم؟ اتفضل يلا. ايه ده يا ابني؟ انتوا قاعدين في اوتيل ولا ايه؟ شاي وقهوه وميه معدنيه. انت بقى سليم الانصاري؟